FM. الكلمة ليك. أما ما نجموش كل حاجة رانا فصلولا فصل ولا قانون ولا حاجة في المجلة الجزائية على قياسها. راهو ظاهرة عبارات النص، نعرف شنو هي الاعتداء على الاخلاق الحميده، نعرف شنو خدش الحياء او التجارب بما ينافي الحياء. معناها ما يجيش، راه مش معقول حتى لغه انه فعل مباح في كامل اشهر 11 شهر من السنه يجي في شهر رمضان يولي فعل مجرم. هذه منطقا وعقلا وذوقا ما تقبلش. اعتبر انه هذا القاضي الذي اصدر الاحكام معناها يفرض علينا في نمط عيش، مش حتى في معتقد، في نمط عايش يسميها سلطة تقديرية. ما ماهيش حتى سلطة تقديرية، مش دين القاضي مش هكا. وتأويل النص، راهو النص الجزائي يؤول تضييقا لصالح المتهم. ما فماش اجتهاد في القانون الجزائي فما حاجة اسمها شرعية الجرائم والعقوبات، ما فماش نص واضح يجرم فعل معين، راك ما تجيبش انت تجرمه من راسك. كاب اف ام الكلمة ليك.